بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثالث المتوسط سوبر جول 5. النهارده هناخد لانجويج ريفيو اللي هو جزء المراجعه الوحده الاولى للثالثه. اول اكسرسايز عندنا اكسرسايز A. complete the following information about yourself. complete يعني اكمل information معلومات about yourself عن نفسك. write complete sentences يعني هنكتب جمل كامله. نكتب جمل كاملة. then compare with partner بقارن الإجابة مع زميلك. childhood memories يعني ذكريات الطفولة. number one place and date of birth. place and date of birth يعني نكتب مكان وتاريخ الميلاد. تكتب مثلا مكة أو الرياض 2005. number two earliest memories يعني الذكريات البدائية او اولى الذكريات عندك اللي انت تفتكرها وانت عندك مثلا 3 years 4 years 5 years. try to remember any memory. number 3 favorite toy اللعبة المفضلة لديك. تكتب اللعبة المفضلة لديك عن نفسك انت about yourself. number 4 favorite teacher in elementary school تكتب هنا اسم المدرس المفضل لديك في المرحلة الابتدائية. number 5 best friend in elementary school الصديق المفضل لديك ايضا في المرحلة الابتدائية. number 6 favorite pastime as a child يعني الوقت المفضل لديك وانت طفل. things you used to do اشياء كنت معتاد ان تفعلها وانت صغير لم تعد تفعلها الان. number 8 things you didn't used to do اشياء لم تكن تعداد ان تفعلها وانت صغير ولكن تفعلها الان. all this information about yourself كل هذه المعلومات تكتبها عن نفسك انت. بالنسبه للاكسرسايز بي محتاج فيه شغل شويه لان ده هيحتاج انك تكون سؤال. فتكوين السؤال بيكون على حسب الانسر اللي موجوده. يعني مثلا في المثال الاول هنا هو اصلا اكسرسايز بيطالب مني بيقول لي write questions اكتب اسئله for the following answers عن الاجابات التاليه. هو عطيني اجابه وطالب مني السؤال. use the underline words in each question هنكتب الاندرلاين words ديت هي اللي تعتبر اللي هسال عنها في السؤال عندي. number 1 I don't know what I'm doing next Thursday أنا لا أدري ماذا سوف أفعل next Thursday الخميس القادم. يبقى في الحالة دي بقول لك ماذا سوف تفعل. What are you doing? What are you doing next Thursday? ماذا سوف تفعل يوم الخميس القادم؟ أنا سألت what عشان أداة الاستفهام هي كلمة what معناها ما أو ماذا. هنا عندي كلمة I am في الأنسر هتحول إلى are you في الكويشن يبقى what are you. عندي هنا كلمة doing next Thursday. doing next Thursday هتعمل ايه يوم الخميس القادم. فالسؤال يكون عندي what are you doing next Thursday ماذا سوف تفعل يوم الخميس القادم. طيب number 2 no I am going to do my homework tonight. no لا I am going to do انا سوف افعل او احل الهومورك بتاعي tonight الليلة. يبقى انا كنت بسألك سؤال لكن السؤال بتاعي لم يبدأ ب question word بأداة بكلمة بأداة استفهام. ليه؟ لأن الأنسر عندي فيها كلمة no. فبالتالي السؤال يبدأ ب helping verb بفعل مساعد. طب الفعل المساعد هيكون is أو are. هقول is you ولا are you؟ أكيد هقول are you لأن أنا عندي هنا في الأنسر كلمة I am. كلمة I am فتحول في السؤال عندي are you. فبالتالي يصبح تكوين السؤال Are you going to do your homework tomorrow? Are you going to do your homework tomorrow? أنت هتعمل الهومورك غدا؟ في الأنسر يقول لي No I am going. هنا طبعا لما أنت بتجاوب هي Are you في السؤال تحول إلى I am لأن أنا اللي بتكلم. يبقى I am going to do my homework tonight أنا سوف أحل الهومورك عندي tonight الليلة. تمام. number 3 he will probably go to college after high school. he will probably هو ربما يذهب الى الجامعه after high school بعد المدرسه الثانويه. تمام. يبقى السؤال عندي هو هيروح فين بعد الثانوي عشان تبقى الاجابه هو احتمال يروح الجامعه. فيبقى well
he go to college after high school? Will he go to college after high school? ربما سوف يذهب إلى الجامعة بعد الثانوي. أو ممكن نقول إجابة تانية اللي هي إيه؟ What will he go after high school? What or where؟ لأن هسأل على مكان، فالإجابة عندي تبدأ ب where. Where will he go to after high school؟ ماذا سوف أين سوف يذهب اللي هي where. Will he go to سوف يذهب after high school بعد المدرسة الثانوية. طيب. In number four, their friends are arriving from Syria tomorrow. Their friends أصدقاء arriving from Syria tomorrow هيجون من سوريا غدا. تم يبقى أنا بسأل هنا على مكان، فالإجابة على المكان أو السؤال على المكان بإيه؟ بwhere. السؤال على المكان بwhere. السؤال هسأل على المكان بكلمة where. هسأل المكان بكلمة where، فهقول where are your friends arriving from tomorrow؟ أين أصدقائك يجون من وين غدا؟ فيقول لي their friends أو their friends هنا are arriving from Syria tomorrow. In number five, she is going to meet his sister at the mall. هي هتقابل أختها at the mall في المول. تمام. She is going to meet her sister. هي هتقابل أختها. يبقى هي هتقابل من؟ بسأل على عاقل. بسأل على إيه هنا؟ على عاقل. يبقى هنا السؤال عندي بادئ بكلمة إيه؟ Who. Who is she going? Who is she going to meet at the mall? هي هتقابل مين في المول؟ هقول لي she is going to meet her sister. هي هتقابل أختها. فبسأل بأداة استفهام اللي هي who، تسأل عن العاقل. يبقى who is she going to meet at the mall. Her sister طبعا تعتبر هي الأنسر، فبالتالي مش هجيبها عندي في السؤال.